وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية يا فندم، وجود حضرتك معانا، يعني كيف يمكن أن تتسبب حوادث تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية بالأمس واليوم في تعقيد الأمور وتوسيع فجوة الصراع وربما الوصول إلى يعني أزمة إقليمية أو صراع إقليمي يا فندم؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. عمليا يعتبر هذه أجهزة الاتصالات تعتبر عصب العمليات، يعني هام جدا إرسال الأوامر في حينها. يعني وعندما استغنى حزب الله عن الهواتف الذكية كونها استهدفت من قبل الجيش الاحتلال، يعني لجأ إلى هذه الوسيلة. على هذه الوسيلة التي استخدمها لمدة 5 أشهر وأثبتت أنه اعتاد عليها ومرر كل رسائله عبرها، صحيح أنها فقط للإرسال وليس للتلقي. يعني من يحمل هذا الجهاز تصله رسالة ولا يستطيع الرد عليها، يعني ليس للتواصل، ولكن يكفي أن يكون أي حامل لهذا الجهاز هو يعطى رقم من قبل المشغل. يعني كل هؤلاء حملة الجهاز الذين استهدف اليوم بواسطة المشغل هم عناصر فاعلة في حزب الله، سواء على المستوى الإداري، على المستوى الإعلامي، الأمني، اللوجستي، العسكري، كل هذه المستويات. لذلك هذا رعيل هام جدا في قيادة حزب الله استهدف اليوم، ولو أثره أكيد على مستقبل أداء حزب الله العسكري والأمني، عدا عن ما يمكن أن يحصل من تحقيق يؤدي إلى الوصول إلى الاختراقات التي تمت بالوصول إلى اعتماد هكذا جهاز وشراءه وتوزيعه وعدم الكشف عليه. يعني التحقيق الذي ممكن أن يؤدي إلى نتيجة هذا ينظف عمل حزب الله ويضعه في حالة أفضل، يعني مرحلة جديدة، ولكن هذا يؤخر كثيراً من عمل حزب الله على مستويات القيادة، ولكن لا يعرض أمن الجبهة التي فتحها حزب الله عسكريا لأي خطر، لأن هذا الموضوع ليس منتشرا على الجبهة، والجبهة ما زالت تقوم بواجبها كدفاع. ممكن على مستوى القيادات حضرتك بتقصد يا فندم؟ نعم، على مستوى قيادات حزب الله حضرتك تقصد؟ هذا الرعيل، يعني نرى أنه هناك أبناء نواب، هناك سفير، هناك لم يعلنوا عن قادة، ولكن على الجبهة تحديدا من يشغل الجبهة لا يحتاج إلى هذا الجهاز، بالتالي الجبهة صامدة وتستطيع أداء عملها وأقلها عملها الدفاعي ضد أي هجوم إسرائيلي حاليا. لكن التأثر على مستوى القادة وإرسال الأوامر وضبط القيود و كل العمل لا شك أنه يؤثر كثيرا ويؤخر أي عملية رد من قبل حزب الله على أي عدوان. طيب سيادة العميد ناجي ملاعب، يعني هل تشهد لبنان خرقا أمنيا؟ سيادة العميد سمعني؟ ما معك كفايه خرقا أمنيا؟ نعم، يعني نعم، يعني كيف تقيم هذه العملية؟ هل هي تعتبر اختراق أمني لدى أو على لبنان؟ نعم، مبدئيا يعني حسب تصريح وزارة الاتصالات أن هذه الأجهزة، أجهزة الأيكوم التي انفجر جزء منها اليوم، هي استخدمت ليست بواسطة الجمارك اللبنانية ولم يتم عليها الكشف من قبل وزارة الاتصالات، يعني نعم. وكذلك الأجهزة التي استخدمت اليوم، حزب الله يمثل حالة في لبنان أكبر من الدولة، يعني لديه إمكانات ولديه طريقة بإدخال، يعني هناك حدود مستباحة من قبل حزب الله ما بين لبنان وسوريا، وحتى المعابر الشرعية يستطيع اكتنافها. هذه الأجهزة يعني ليست المسؤولية الرسمية على لبنان في إدخال هذه الأجهزة، ولكن عمليا على لبنان أن يقوم بالتحقيق هو وليس حزب الله، لأن هذا الموضوع طال لبنانيين على كافة المستويات، ولبنان الرسمي إذا ما قاد هذا التحقيق
لديه أجهزة مختصة بالأمن السيبراني والأمن الإلكتروني ممكن أن يصل إلى نتيجة ويمثل يمثل أمام مجلس الأمن الدولي وحتى أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ثبت عندما يستطيع إثبات ضلوع إسرائيل في هكذا عمل. هذه جريمة ضد الإنسانية ممكن أن تصل إلى نتيجة، وحتى الدولة التي صدرت هذا الجهاز هي مسؤولة، ليست الشركة الخاصة فقط. طب اسمح لي يا سيد العميد، يعني هنا احنا لما بنتكلم مش بنتكلم بس على هذا الجهاز، ولكن حتى اليوم تم استهداف يعني اللي هي الخلايا الطاقة الشمسية وعدد اكبر. المسألة ليست فقط استهداف هذا الجهاز، يعني عشان كده انا كان سؤالي خاص بالخرق، اذا كان هناك خرق يعني في الوضع في لبنان او خرق امني كبير يعني في لبنان، لان المساله لم تطل فقط هذا الجهاز الخاص اللي بيستخدمه يعني ليس الحكومه اللبنانيه يعني طبعا هناك توريد لاجهزه طاقه شمسيه كذلك من الخارج، يعني حزب الله امن تغطيه 60 مليون دولار لتركيب طاقه شمسيه في معظم منازل جماعاته، بالتالي ممكن أن يكون شراء هذه الأجهزة. كذلك تم من دون علم الدولة اللبنانية وبطريقة التهريب عن ليس عن المعابر الشرعية، وهذا موضوع يعني خطير مستقبلا، وهذا فرق أمني كبير على لبنان الرسمي أن يتعامل معه. ولكن اليوم من يمتلك القوة ولا يرد على لبنان الرسمي هو حزب الله. نعم. طيب يعني سيادة العميد، هل ما نشهده الآن هو حرب سيبرانية جديدة في الشرق الأوسط؟ إسرائيل ضليعة في هذا الاتجاه، ولديها حرب سيبرانية خاضتها سابقا ضد طهران، يعني ضد مفاعل نووي في طهران، وهذا يعني الفيروس الذي أسمي إكستانات أعتقد بتعاون مخابراتي أمريكي إسرائيلي، وضرب مفاعل نووي وأجهزة التخصيب في هذا المفاعل منذ حوالي 10 سنوات. بالتالي إسرائيل لديها باع طويل في الحرب السيبرانية، ولكن هذا ما فعلته اليوم هو عمل كبير جدا، استهدف مدنيين لبنانيين، ولبنان لا يجب أن يسكت لبنان الرسمي عن هذا العمل مستقبلا. طيب يعني على الجانب الآخر، كيف تابعت ردود الفعل أو ردود فعل المجتمع الدولي على عملية الأمس واليوم؟ يعني نحن الإعلام اليوم، السيطرة على الإعلام سواء على تويتر أو على الفيسبوك أو على كل وسائل الإعلام، لا تظهر وسائل الإعلام ما يحصل على الأرض بشكل واضح، بينما تتبنى وسائل الإعلام كونها عليها سيطرة غربية تتبنى الرؤية الإسرائيلية، وأعتقد أنها تبعد إسرائيل عن هذا الموضوع وتنسي العالم ما جرى. لهذه السيطرة على وسائل الإعلام ضارة جدا. واحد، اثنين، يعني شاهدنا جنوب أفريقيا تقوم بتفتتح على بمحكمة العدل الدولية دعوة ضد إسرائيل، ولم نشهد دولة عربية سوى مصر والجزائر. يعني لسه كنت أسأل حضرتك عن نعم رد الفعل الخارجية المصرية في التضامن مع لبنان، يعني كيف تقيمه، وخاصة أن هو كان رد فعل سريع. يعني من العرب أكيد هناك حمية ظاهرة واضحة جدا وغيرة على لبنان، هناك من العراق أجهزة طبية استحضرت بطائرات سريعة إلى لبنان، الموقف المصري هام جدا، وأن يعبر هذا الموقف بوجود بلينكن يعني وزير خارجية الأمريكية، أعتقد أن موقف هذا موقف جبار ومحترم من قبل أكبر دولة عربية معنية لا تحرير فلسطين من دون مصر، ولا ممكن أن يكون يعني إرغام إسرائيل بقبول أي حل إلا ما تكون مصر موافقة. من دون مصر لا حرب عربية، وبالتالي يعني نحن نقدر الموقف الدائم للرئيس السيسي بأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وهذا أعتقد امتداد، والأمن يعني القومي العربي امتداد بالتأكيد للأمن القومي المصري. نعم هذا يعني لست أشيد حاليا، ولكن كلنا نعرف أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وما ولا تحرير ولا دولة فلسطينية ما لم
تتبنى الدولة العربية الكبرى اللي هي مصر هذا المطلب وتقوم به في كل المحافل الدولية. نعم. طيب سيادة العميد، ما رأيك في إعلان وزير الخارجية تطابق الرؤى بين مصر والولايات المتحدة في التحذير من خطورة انزلاق المنطقة لحرب إقليمية، خاصة في زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر اليوم؟ نعم، يعني هذه رسالة المقصود فيها الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لم تضغط بالشكل الكافي على إسرائيل، التي إذا ما فتحت حربا ضد لبنان، لبنان ليس حزب الله وحده، حزب الله هو جزء من محور يمتد حتى طهران، أعتقد أن يدخل المنطقة كاملة في حرب غير محمولة العواقب، من يبدأها لا يعرف كيف ينتهي منها، سيما وأن إذا عدنا إلى الواقع الأساسي أن حزب الله، ماذا طلب حزب الله عندما دخل هذه المعركة؟ طلب وقت إطلاق النار في غزة، ولكن حتى اليوم إسرائيل لا تستطيع وقت إطلاق النار في غزة، لأنها لم تحقق أي من أهدافها سوى التدمير والقتل وما والتهجير الذي حصل من منطقة إلى منطقة في غزة، ولكن ما زال محتجزيها في أماكنهم بيد حماس، وما زالت المقاومة الفلسطينية لم تستطع إسرائيل الانسحاب، لأن المقاومة الفلسطينية ما زالت موجودة، وأي يوم تنسحب فيه إسرائيل الأرض بيد أصحابها وبيد المقاومة الفلسطينية، لذلك الضغط يجب أن يكون على إسرائيل. هذه هي الرسالة المصرية التي تقول بأن من يبدأ هذه الحرب هي حرب غير محمودة، وإلى أين تصل باستراتيجية إسرائيلية غير واضحة، هي مقتل للمنطقة كاملة، ويحمل المسؤولية للأمريكيين بوجود وزير الخارجية الأمريكي في مصر. طيب سيادة العميد، هل ترى أن مثل هذه العمليات هي عملية تشتيت لجهود وقف إطلاق النار من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة من وجهة نظرك؟ يعني الإعلام المصري منذ حوالي أسبوع كان يقول بأن هناك اتجاه لإعلان بيان مشترك مصري قطري يحمل إسرائيل مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق في الصفقة المنتظرة. بالتالي عندما يعلن الرئيس بايدن مبادرة ويقول أنها درست مع إسرائيل ووافقت عليها إسرائيل سابقا وينسحب من هذه المبادرة ولا يتابع بها، يعني هذا أعتقد أن موقف أمريكي يعني منحاز إلى جانب إسرائيل. هذا ما يجب أن أعتقد أن تقوم به مصر والدوحة في الضغط على الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار ووقف هذه الإبادة الجماعية التي يقوم بها اليمين الإسرائيلي المتفلت من أي قانون دولي وأي قرارات دولية، وليس لديه إلا شعار القوة والقوة المفرطة سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية. نعم. في الضفة الغربية لا يوجد 7 أكتوبر، لماذا بالضبط هذا العنف وهذا هذا التهجير في الضفة الغربية؟ يعني هذا موقف مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر هي من هي الدولة العريقة التي تستطيع بواسطة التعاون الأمريكي المصري الوصول إلى حل لهذه المسألة بشكل كامل. طيب يعني ما تقييمك للموقف وتبعاته بعد هذه العمليات سواء الأمس أو اليوم، وعملية التطور أو تحويلها إلى حرب إقليمية؟ يعني الاستراتيجية الإسرائيلية رسمها هليبي، الاستراتيجية العسكرية، بأن يتبع طريقة تجفيف مصادر ومنابع حزب الله الصاروخية واللوجستية، بدءا من الميدان المفتوح وصولا إلى بعلبك إلى البقاع اللبناني، امتدادا إلى دمشق إلى حماة كما شهدنا من الأسبوع الماضي، وصولا إلى حلب إلى دير الزور يعني. نعم. بالتالي هذه الطريقة لإضعاف قدرات حزب الله هي جزء من تخطيط إسرائيلي، قاله هذا الضابط يعني رئيس الأركان الإسرائيلي بتخريج إحدى دورات قادة في الجيش الاحتلال، يقول إذا رأيت عدوك يضعف فضاعف عليه هجماتك. نعم. يعني الاستراتيجية هي إضعاف قدرات حزب الله حتى يضاعف هجماته
وينهي الخطر القادم من الشمال. هذه هي الاستراتيجية التي يتبعها إسرائيل. ولكن اليوم بوجود قدرات باعتراف رئيس الأركان بأن ما زالت قدرات حزب الله تشكل خطرا على إسرائيل، أعتقد أن نحن أمام مرحلة استنزاف طويلة طويلة الأمد من دون أن تكون حربا إقليمية كبيرة. طيب يعني أخيرا سيادة العميد، لو يعني توجز لنا في إجابة سريعة بس، هل الحرب مع نتنياهو واليمين المتطرف وليس الحكومة الإسرائيلية، هل لا يوجد رغبة إسرائيلية في استمرار الحرب والوصول لاتفاق، أم يعني مسألة الحرب مع نتنياهو تحديدا واليمين المتطرف؟ يعني نجح نتنياهو في تصوير شعبه، تصوير الأمر لشعبه بأن المرحلة هي مرحلة خطر وجودي على إسرائيل. نعم. وهذا الخطر الوجودي يعني دائما يهدد بأن الشمال وحزب الله، يعني هذا يدل على أن شعب إسرائيل سوف يقف مع نتنياهو في عملية، أي عملية عسكرية ممكن أن يخوضها. نعم. بالتالي هو يضع أهداف صعبة التنفيذ، لذلك أعتقد أن الأمور ستطول لإطالة هو وهذا هو ما يهدف له نتنياهو أعتقد. سيادة العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. أهلا، شكرا.